مساء الخير مشاهدي قناة نايل لايف وحلقة جديدة وصفحة جديدة. يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة وبألف سلام كل مشاهدي قناة نايل لايف في داخل جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية. يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة يا رب. حضراتكم النهاردة 7 أكتوبر 2023 السبت، 7 أكتوبر 2023 النهاردة وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بتعلن عن أخبار من فلسطين وتصاعد التوتر ما بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي وعدد كبير من الصواريخ اللي انطلقت من غزة إلى إسرائيل وطبعا أصابت وكان في بعض الخسائر. الجانب الإسرائيلي بيتوعد الجانب الفلسطيني برد حاسم. الجانب الفلسطيني الحقيقة كان عنده أسرى من الجنود والضباط الإسرائيليين وعدد آخر من المدنيين. تصاعد في هذا الوقت وهذه التوترات المتصاعدة ما بين الجانبين. الجانب الفلسطيني بيعلن عن انه هو ده اسمه طوفان القدس وانه ده ردا على الاستفزاز طول الوقت من الجانب الاسرائيلي والعدوان على الفلسطينيين وقتل المدنيين الفلسطينيين والاطفال والشيوخ والنساء والتعدي على القدس والمسجد الأقصى والعديد والعديد من الاستفزاز مش فقط للفلسطينيين ولكنه أيضا استفزاز للاثنين مليار مواطن مسلم في الكرة الأرضية. الجانب الإسرائيلي بيتوعد بأنه دي يعني أعلن أنه هو في حالة حرب وفي تصاعد مستمر. وأعلن أيضا الجانب زي ما أعلن الجانب الفلسطيني إن هو دي عملية طوفان القدس زي ما أعلن أيضا الجانب الإسرائيلي بأن ده السيوف الحديدية. هذا التوتر وهذا التصعيد المستمر طول اليوم النهاردة طبعا الجانب الإسرائيلي قذف بالطيارات عدد كبير من المواقع في غزة واستشهد عدد كبير من الفلسطينيين وأيضا عدد كبير من الإصابات. هذا التوتر اللي هو مش عايز يخلص، هذا التوتر اللي مش عايز ينتهي بسبب التعنت الجانب الإسرائيلي في عدم احترام حقوق الفلسطينيين، هذا التوتر اللي ممكن يجعل المنطقة كلها في حالة توتر. والدليل ان كل الدول العالم تقريبا يعني اعلنت ان هم يا جماعة لازم نهدي الأمور، ما تتصاعدش الأمور عشان لو دخلنا في صراع تاني هيبقى الوضع بشكل عام مش مستقر للمنطقة بشكل عام. فللأسف الشديد الجانب الإسرائيلي طول الوقت مش عايز يدي الحقوق للجانب الفلسطيني وعدم احترام الجانب الإسرائيلي لكل الاتفاقيات وكل المعاهدات الأمم المتحدة و اللي بتصب في الآخر في إعطاء الحقوق للجانب الفلسطيني وللشعب الفلسطيني. وللأسف الشديد استفزاز وراء استفزاز وراء استفزاز من الجانب الإسرائيلي للمجتمع الدولي كله وللمجتمع الإسلامي والفلسطينيين بشكل عام والمسلمين بشكل عام، مما أدى إلى هذه العملية الخاصة برشق الجانب وإطلاق الصواريخ من غزة على الجانب الإسرائيلي. حضراتكم زي ما أنا قلت هناك قتلى من الجانب الفلسطيني وإصابات. دعا سيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية لوقف العمليات والتصعيد بين الجانبين، الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي. عدد كبير من الدول الأوروبية بتستنكر هذا الاعتداء من الجانب غزة يعني على الجانب الإسرائيلي. وأيضا اتصالات مكثفة بشدة طول اليوم النهاردة من الجانب المصري
إعطاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية التوجيهات لوزارة الخارجية المصرية بتكثيف الاتصالات بكل الأطراف وكل الدول الصديقة وكل الدول الموجودة يعني ليها دور في هذه القضية الفلسطينية، يعني بأن احنا نحاول قد ما نقدر ما يتصاعدش هذه الحرب أو هذه بداية الحرب وتتصاعد ويحصل خسائر أكثر وأكثر في الجانب الفلسطيني، ومحاولة للتهدئة بشكل عام. كتير من دول العالم والدول العربية دعوا إلى وقف التصعيد بين الجانبين والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، بأنه برضو التصعيد ما يتصاعدش أكتر وأكتر، وتوقف طبعا صواريخ من غزة على إسرائيل، وتحذير بأن الموضوع لو تصاعد هنخش في إطار أعتقد أن المنطقة كلها في غنى عنه. أتمنى زي أي مواطن مصري زي أي مواطن في العالم العربي كله بيتمنى أنه الجانب الإسرائيلي يعطي حقوق للجانب الفلسطيني، والمجتمع الدولي يبتدي يفهم أن إحنا لازم بقيام الدولة الفلسطينية وإعطاء الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني اللي بقاله سنين طويلة جدا للأسف الشديد هو الدولة الوحيدة المحتلة في التاريخ دلوقتي هي احتلال الإسرائيليين للأراضي الفلسطينية. ما فيش احتلال تاني في العالم كله في الكرة الأرضية غير هذا الاحتلال من الجانب الإسرائيلي للدولة الفلسطينية أو للفلسطينيين والأرض الفلسطينية. فنتمنى كل بندعي كلنا جميعا والدولة المصرية بتدعو هذا أيضا إلى أنه الموضوع ما يتصاعدش وأنه الموضوع يهدى بقدر الإمكان، لأنه زي ما أنا قلت من شوية أكيد أكيد مش في مصلحة أي طرف أن هذه الأمور تتصاعد أكثر وأكثر ونخسر أرواح أكثر وأكثر ونخسر جرحى أكثر وأكثر. نتمنى الهدوء، نتمنى كل ما يصب في مصلحة يعني أخذ حقوق الشعب الفلسطيني اللي عانى على مر سنوات طويلة جدا وما فيش حد وقف بجانب الشعب الفلسطيني في التاريخ كله زي جمهورية مصر العربية على مر التاريخ، قدمت شهداء، قدمت معونات، وآخرها في غزة حضرتك إعادة إعمار غزة وهذا المجهود الرهيب من الدولة المصرية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في إعادة الإعمار وإعادة شفنا النهاردة حضرتك الاعتداءات الإسرائيلية على حضرتك عدد كبير جدا من المنشآت الحيوية في غزة في فلسطين من مستشفيات من مواقع مختلفة يعني. مصر تجري اتصالات بين الجانبي الفلسطيني والإسرائيلي في أسر بعض الجنود الإسرائيلية وضبط ضباط في الجيش الإسرائيلي. إسرائيل بتستدعي الجنود الاحتياطي وتعلن إنها في حرب يعني. حضرتك اسمحوا لي إن أنا أقرأ هذا الخبر الهام من رئاسة الجمهورية حضراتكم، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تطورات الأحداث في قطاع غزة من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الموقف العام لتطورات الأحداث من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجية، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، ويوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين. نتمنى ان صوت العقل يعلو اكثر واكثر، وايضا نعطي للفلسطينيين حقوقهم المشروعه وتنفيذ عدد كبير جدا من القرارات الامم المتحده اللي بتصب في الاخر في اعطاء حق الفلسطينيين لقيام دولتهم. مش عارف ليه احنا عندنا مشكله في ان احنا ندي للبعض حقوقه،
عارف يعني، هل الشعب الإسرائيلي مثلا يعني مش حاسس بالتوتر ده طول السنين اللي فاتت وعدم الاستقرار؟ طب يعني إلى متى؟ إلى متى العناد؟ إلى متى عدم إعطاء الحق؟ طب مش ده في الآخر بيصب في عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان بشكل عام في العالم وبشكل خاص في إسرائيل؟ هناك عدد من الأخبار أيضا بتصب في أخبارنا النهاردة في هذا الاتجاه، فاسمحوا لي برضو أقرأ بعض مما جاء في الأخبار في خصوص هذا الموضوع أيضا. مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. حذرت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح السبت 7 أكتوبر الجاري من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أعقاب سلسلة من الاعتداءات ضد المدن الفلسطينية، ودعت مصر إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر، محذرة من تداعيات خطيرة نتيجة تصاعد حدة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على مستقبل جهود التهدئة. ودعت جمهورية مصر العربية الأطراف الفاعلة دولياً التهدئة أنا آسف الفاعلة دولياً والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام التي إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال. أيضا خبر النهاردة أيضا من ضمن أخبارنا يعني الهامة، سامح شكري يجري اتصالات مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية بدأ في الصباح الباكر يوم السبت 7 أكتوبر الجاري في إجراءات اتصالات مكثفة مع نظرائه وعدد من المسؤولين الدوليين للعمل على وقف التصعيد الجاري بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا السياق أجرى شكري اتصالا مع جوزيف بوريل الممثل الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، تناول التطورات الخطيرة على الصعيد الفلسطيني الإسرائيلي منذ مساء الجمعة، حيث أكد الوزير شكري على أهمية وقف التصعيد الجاري وممارسات ضبط النفس من جميع الأطراف لما ينطوي عليه الأمر من مخاطر وخيمة. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر تقوم باتصالات مكثفة على كافة المستويات لاحتواء الأزمة الحالية، كاشفا أن الاتصالات التي يجريها وزير الخارجية في هذا الشأن تتركز على الأطراف الدولية ذات التأثير لضمان توحيد الجهود واتساقها وتجنيب المنطقة المزيد من عوامل التوتر وعدم الاستقرار والحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة. في نفس الإطار أيضا في بعض الأخبار الخاصة بهذا الموضوع، وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظير الأردني. ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة أن السيد سامح شكري وزير الخارجية أجرى يوم 7 أكتوبر الجاري اتصالا هاتفيا مع السيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني للتشاور والتنسيق بشأن جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين أعربا عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث، حيث شدد الوزير شكري على ضرورة أن تتركز جميع الجهود الدولية والإقليمية في الوقت الراهن على وقف التصعيد والعنف وممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحيلولة دون إزهاق المزيد من الأرواح وخروج الوضع الأمني عن السيطرة. هذا وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق خلال الساعات القادمة. الحقيقة وزارة الخارجية وزير سامح شكري الحقيقة يعني أجرى العديد والعديد من الاتصالات الدولية بكثير من الدول الصديقة والدول
اللي ليها علاقة بهذا الجانب وليها دور في هذا الجانب لوقف التصعيد في ما بين الجانب الفلسطيني وما بين الجانب الإسرائيلي. فده ما حدث اليوم من الصبح لحد يعني لحد الآن. ويعني طبعا كل وسائل الإعلام في كل حتة في العالم عمالة بتتابع ما يحدث من تطورات في هذا الشأن. حضراتكم طبعا هنتابع في الأيام القادمة وفي الحلقات القادمة هذا التوتر وهذا التصعيد المستمر ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب الإسرائيلي والفلسطيني في الحلقات أيضا القادمة. النهاردة حضراتكم عندنا يعني ما زلنا وهنفضل طول عمرنا جيل وبعد جيل نتذكر ونحكي للأجيال القادمة أولادنا وأحفادنا ما قامت به القوات المسلحة المصرية يوم 6 من أكتوبر 1973 العاشر من رمضان لما الجيش المصري هزم الجيش الإسرائيلي ورجع الأرض سيناء، رجعت لنا أرض سيناء كاملة من المغتصب الإسرائيلي. وهنفضل على مر السنوات دايما نحتفل بهذا اليوم ونحكي ونفضل نحكي. السنة دي الحقيقة كان في احتفالية عظيمة جدا في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية 20/6 أكتوبر يعني 2023 احتفال بخمسين سنة على انتصار 6 من أكتوبر. الندوة التثقيفية كانت جميلة جدا والحقيقة كان في أفلام تسجيلية عظيمة جدا مهمة جدا. تحية كبيرة طبعا لإدارة الشؤون المعنوية اللي بتبذل مجهود كبير جدا في هذا الاتجاه بأنك أنت تجمع وتعرض عدد كبير من الأفلام التسجيلية الوثائقية اللي بتسجل عظمة الجيش المصري، عظمة الشعب المصري، عظمة الدولة المصرية في حالة الانهزام في 1967 وعظمة أيضا الدولة المصرية في الانتصار 1973. 6 سنين مرت على الشعب المصري داخليا بعد هزيمة 67. الحقيقة لما الشباب كده يقعد يتأمل ما حدث تلاقي انه الشعب المصري ده شعب عظيم جدا بصراحة، شعب عظيم وما عندوش اي استعداد ان هو يتقبل اي هزيمة، وخاصة في 67 انه كل السادة المسؤولين وكل الضباط وكل العساكر وبيتكلموا ان هذه احنا مصر ما حربتش، مصر ما حربتش هذه الهزيمة. اي نعم بس احنا ما عرضناش قوتنا، ما قمناش قدامهم عشان يعرفوا قيمة الجيش المصري. عرفوه بقى في 1973، ومش بس في 1973، عرفوه في خلال ال6 سنوات بحرب الاستنزاف. شباب ممكن يكون بيشوفني دلوقتي ايه حرب الاستنزاف دي؟ كنا بنستنزف القوات الإسرائيلية بعمليات عظيمة جدا من الجانب والجيش المصري اللي ابتدى يعيد قواته من جديد وتدريباته من جديد بعد 67. ف جيش خطط ونفذ بكل إتقان بكل عزيمة بكل روح الفداء والتضحية من أجل الحفاظ على عرضه وشرفه وأرضه وكرامته ورجوع الأرض شبه جزيرة سيناء من العدو المغتصب. أنا كتبت طبعا الحاجات دي لنفسي يعني. وحقق بطولات سوف تتوارثها الأجيال يوم بعد يوم عن قصص الأبطال المصريين من بعد هزيمة 67 إلى يومنا هذا أو يوم النصر 1973. حضراتكم زي ما أنا قلت من شوية ال6 سنوات دي اللي هي من 1967 لغاية سنة 1973 الحرب اللي انتصرنا فيها وحطمنا خط بارليف وعبروا المصريين وأخدنا واسترجعنا أرض سينا تاني من إسرائيل. في خلال ال6 سنوات دول يا جماعة كان في بطولات على الجبهة
وأيضا بطولات داخلية. الشعب نفسه كان بطل، الشعب نفسه كان بطل من قبل 1973، في خلال الست سنوات دول وهو عمال يقول هنحارب هنحارب مش هنسيب طارنا، هنحارب هنحارب. دي بقى ما كانتش كلمة وخلاص أو جملة وخلاص واتقالت، لا، كان في أفعال على الأرض من الشعب المصري ومن الشرطة المصرية داخليا للحفاظ على الجبهة الداخلية للدولة المصرية. أبطال على الجبهة بيعملوا حرب استنزاف للعدو، وبطولات عظيمة جدا، منها مثلا قوات الصاعقة ومعركة عنيفة في رأس العش تستمر 7 ساعات، ورفع الحالة المعنوية طبعا بعد هذه العملية للروح المعنوية للجيش الشعب المصري، ورجعت الثقة وفتحت نفسنا على عدد من العمليات. المصريين ما قالوش خلاص بقى احنا اتهزمنا بقى، لا 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 لا، ما استسلموش ان احنا نبقى راسنا متطية، لا لا، رفعوا راسهم لفوق وتكاتفوا مع بعض، مش بس الجيش، ايضا الشعب المصري داخل جمهورية مصر العربية داخليا. إغراق أكبر قطعة بحرية للعدو المدمرة إيلات بقوارب الصواريخ وإغراقها أمام بورسعيد وميناء إيلات اللي هاجمناها بالضفادع البشرية 5 مرات في خلال 7 شهور. ميناء إيلات ده الضفادع البشرية تقتحم، ما خليناهمش زي ما اتقال في الفيلم التسجيلي العظيم، تحية طبعا للفنان ياسر ياسين، صوته وأداؤه كان في الفيلم التسجيلي كان عظيم، كان حقيقي بيوصل الرسالة بشكل قوي جدا، والإخراج لهذا العمل العظيم. أتمنى كل الشباب المصري يتعرض هذا الفيلم لكل المدارس وكل الجامعات، يتعرض، ما يبقاش احتفالية وخلاص عدت 6 أكتوبر وخلاص، لا 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 لا، الفيلم ده والوثائق دي لازم تتعرض في المدارس، ولازم تتعرض، تخلي الشباب في النوادي وفي لازم يفهموا ولازم يعرفوا قيمة الدولة المصرية، وإن احنا مهما مر علينا من تحديات احنا بنعرف نتغلب عليها مهما كانت، مهما كانت هذه النوعية من التحديات. أسطورة إبراهيم الرفاعي، المجموعة 39 قتال عدو عدوا إلى الجانب المحتل ووضعوا متفجرات وفجروا كل الأسلحة والمتفجرات التي كانت تنقلها إسرائيل الاحتفال بنصر 1967، كانوا عاملين يعني عايزين يحتفلوا بقى بالانتصار ب 67 يعني وهزيمتنا يعني. الجندي المصري والضابط المصري مش ساكت، طول عمره مش ساكت، قدر يعدي البطل إبراهيم الرفاعي أسطورة، وقدر يفجر الموكب بتاع الأسلحة بتاعتهم عشان يحتفلوا، ما خليناهمش زي ما اتقال في الفيلم يتهنوا بهذه الانتصار يعني. فعشان كده بقول انه على مدار ده، غير معلش اخيرا قبل ما اطلع فاصل، مصر بإنشاء حائط الصواريخ ده بعد ما حصلت موقعة بحر البقر اللي تعدوا على المدارس الابتدائي في الشرقية في جمهورية مصر العربية في وقتها، وقتلوا تقريبا 30 طفل. فمصر جت وحطت حائط الصواريخ عشان الطيارات الفانتوم اللي جاية من أمريكا، اللي جاية من أمريكا لإسرائيل يعني، واستخدموها الإسرائيليين للاعتداء على مصر. كان في يعني موقع دفاع الجوي كان بيحمي عمق مصر من الغارات الإسرائيلية، ومن هنا بدأت أسبوع تساقط الفانتوم الإسرائيلي، وتم أسر 3 طيارين إسرائيليين. يعني فخر لكل مصري وفخر لكل إنسان في العالم العربي كله والإسلامي هذا الانتصار العظيم للسادس من أكتوبر. فأدعو كل المسؤولين في الدولة المصرية أن هذه الأفلام العظيمة اللي تم إنتاجها من خلال إدارة الشؤون المعنوية والجيش المصري، أن هو يعملوا
عروض طول السنة في المدارس والجامعات والنوادي ومراكز الشباب، في احتفالية كده طول الوقت بهذا الموضوع. اسمحوا لي هنروح لفاصل ونرجع حالا. حضراتكم، بدأ العد التنازلي لانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية 2024. ابتدت الإجراءات تبتدي، في الناس يعني السادة اللي ناويين إن شاء الله يرشحوا نفسهم لانتخابات الرئاسية، رئاسة جمهورية مصر العربية 2024، وفي خلال طبعا إن شاء الله زي ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والسادة القضاة، الزمن يعني الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في خلال الثلاث شهور الجايين دول تقريبا. فبدأت الإجراءات وبدأت التوكيلات وبدأت حاجات تظهر بشكل عام. من ضمن طبعا الإجراءات طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وترشحه وعمل الإجراءات الخاصة بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للانتخابات، وهذه الإجراءات اللي كل الناس اللي يعني هتبقى مرشحة نفسها لرئاسة الجمهورية لازم هتمر بيها طبعا. فأول خبر معايا حضراتكم النهاردة هو المرشح عبد الفتاح السيسي يجري الكشف الطبي من مستشفى العاصمة الإدارية اليوم. أجرى المرشح عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت الكشف الطبي للتقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني. وشهدت مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة صباح اليوم السبت حضور المرشح عبد الفتاح السيسي إجراء الكشف الطبي، وذلك من خلال 4 عيادات طبية وهي النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والرمد والجراحة والبطنة والقلب، حيث أتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وفقا للقوائم التحاليل اللازمة والذي حددتها المجالس الطبية المتخصصة، حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه لترشح رسميا. والنهاردة على فكرة كان في خبر هام أيضا للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية لمستشارها القانوني، انه قدم الورق للهيئه الوطنيه للانتخابات لترشح للرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسيه قادمه 6 سنوات ان شاء الله. عندنا خبر بعد كده، اخبار متنوعه بقى، اخبار داخليه. يعني رئيس الوزراء يشارك في الجلسه الافتتاحيه لاحتفاليه اطلاق عام الاي سي سكو للشباب. شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم نيابه عن السيد الرئيس فتاح السيسي رئيس الجمهوريه في الجلسه الافتتاحيه لاحتفاليه اطلاق عام الاي سي سكو للشباب، والتي بدات بعقد المؤتمر العام لمحاكاه منظمه العالم الاسلامي لتربيه والعلوم والثقافه الاسيسكو، وذلك بحضور الدكتور سالم المالك المدير العام للمنظمة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وممثلي وفود عدد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية ودول أمريكا اللاتينية. وفي تعقيب نهاية الجلسة الافتتاحية نقل رئيس الوزراء تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور ومنظمة العالم الإسلامي التربوية والعلوم والثقافة لسيسكو، وتمنياتي بالتوفيق والنجاح للمنظمة. وعرب الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته عن سعادته وترحيبه بالدكتور سالم المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وعقب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على المحاكاة الأولى لمؤتمر شباب في العالم الإسلامي قائلا أن إطلاق أول نموذج
محاكاة للشباب العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة هو مبادرة قيمة نابعة من حرصنا على تهيئة وتأهيل وإعداد الشباب ومنحهم حقهم في الأخذ بزمام الأمور والتعبير عن طموحاتهم وأهدافهم ورؤيتهم في الحياة. وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن كل هذا ما هو إلا واجب علينا تجاه الشباب، وعد قادر على مواجهة المستقبل، مساهم ومبادرة ومشاركة فعالة في بناء مجتمع الإنسانية والعدل والتضامن والاستدامة. وأشار مدبولي إلى مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 14 للمؤتمر العام للسيسكو بوضع رؤية لتحويل التعليم إلى محرك أساسي للتنمية الاقتصادية، موضحا أن اللجنة المصرية للتربية والثقافة والعلوم من خلال رئاستها للمؤتمر العام عملت بجهد كبير للتنسيق بين الدول الأعضاء الـ44 في هذا الشأن. وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: ننطلق اليوم نموذجا تأهيليا للابتكار يدعم تلك المجالات من خلال أولا الإعلان عن منحة رئاسية للشباب العالم الإسلامي، فكز على مكانة مصر كمركز ذي خبرة في التدريب على آليات الابتكار وخلق بيئة داعمة للمبتكرين والمبدعين، وتعتمد مخرجات المنحة الرئاسية على المشروع الاسترشادي حيث يتم دمج عدد 100 منحة بداخله لكي يتسنى تقييم وقياس مدى فاعلية المنحة ونجاح مخرجتها. زي ما انا قلت في المقدمة، اخبار الخاصة بمصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. قريت لحضراتكم هذا الخبر في البداية، وايضا الخبر الثاني اللي هو سامح شكري يجري اتصالا مع مسؤولين دوليين لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وايضا الخبر الثالث اللي هو قريته ايضا من شوية، وزير الخارجية يجري اتصالا مع نظير الاردني. خبر الرابع: وزير الرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بأسوان. تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رفاقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعمال التطوير بالمدينة الشبابية بأسوان، ورصد معدلات التشغيل بها. لفت الوزير إلى المتابعة لكافة أعمال التطوير الجارية بالمنشآت الشبابية والرياضية في جميع المحافظات وتنفيذها على أعلى مستوى ووفق الجداول الزمنية المحددة، لتتمكن من أداء دورها على أكمل وجه في توفير الفرصة أمام النشأ والشباب والمواطنين لممارسات مختلف الأنشطة بها وكذلك الاستغلال الأمثل لها. واجتمع صبحي مع القائمين على إدارة المدينة الشبابية لبحث المطالب والاحتياجات موجها بتذليل كافة العقبات أمام الشباب، حيث أن المدينة تستقبل على مدار العام وشباب مصر المشاركين في برامج ومشروعات الوزارة وبرامج رحلات التثقيفية والترفيهية التي يتم تنفيذها وما تقدمه من خدمات استضافة متميزة للشباب. وزير التنمية المحلية يعلن مشاركة الوزارة بجناح في معرض تراثنا 2023 تحت رعاية الرئيس الجمهورية. أعلن لواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية عن مشاركة الوزارة بجناح في معرض تراثنا 2023 للحرف اليدوية والتراثية، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر الجاري من 11 صباحا إلى 10 مساء بمركز مصر للمعارض الدولية. وأشار اللواء هشام أمنة إلى أن جناح الوزارة في معرض تراثنا يتضمن منتجات لعدد من التكتلات الاقتصادية محافظي قنا وسوهاج، تتمثل في 40 ورشة و37 عارض من تكتلات الفرقة والفخار في محافظة قنا والنسيج والتلي محافظة سوهاج، حيث يبلغ نصف العارضين سيدات في إطار جهود الحكومة لتمكين المرأة في كافة المجالات. وزير التعاون الدولي تلتقي وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة. خلال زيارتها لفرنسا لحضور منتدى التمويل والاستثمار الأخضر، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي السيدة كريستولا زاكاروبولو وزيرة الدولة للتعاون الإنمائي بفرنسا، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين. وشهد اللقاء بحث جهود تعزيز علاقة التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية
والمتابعة على نتائج قمة باريس من أجل ميثاق مالي عالمي جديد. كما تم مناقشة تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع المنظمة الدولية الفرنكفونية في العديد من مجالات التنمية، ومناقشة الوزيرتان المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات المتلاحقة نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا. الخبر اللي بعد كده، صندوق مكافحة الإدمان وجامعة القاهرة يجريان الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات للعام الدراسي 2023/2024. أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيد نيفين القباش وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق المرحلة الثانية من الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024. بالتعاون مع قسم علم النفس وبكلية الآداب جامعة القاهرة وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على حضور لجنة الاختبارات الشفوية للمتقدمين بعد اجتيازهم الاختبار التحريري لاختيار أفضل العناصر للالتحاق بدبلوم خفض الطلب على المخدرات، وذلك بحضور الدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة. وزير التجارة والصناعة يشارك في فعاليات ملتقى اتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية. أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشير إلى أن التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لا سيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي، جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي 21 لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندي. آخر خبر معانا حضراتكم النهارده عشان نطلع بعد كده فاصل ونستقبل ضيفي النهارده، التعليم تسكين المعلمين الجدد على وظيفة معلم رياض الأطفال وفصل. قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المعلمين الجدد الذين سوف يتسلمون العمل خلال الأسبوع الجاري وسيتم تسكينهم على وظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال ومعلم مساعد معلم فصل، موضحة أن سد العجز في الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفوف الأولى والثاني والثالث الابتدائي مهم، حيث أن هذه المرحلة تشهد تطبيق نظام التعليم الجديد وتحتاج إلى دعم بشري من أعضاء هيئة التدريس. كما سيتم تدريب المعلمين الجدد على المناهج المطورة والطرق التدريس الحديثة. دي كانت المقدمة وبعض من الأخبار الهامة لجمهورية مصر العربية. حضراتكم بعد الفاصل ان شاء الله هستضيف ضيفي الدكتور رشاد عبد اللطيف استاذ تنظيم المجتمع في جامعه حلوان. هنتكلم عن ايه النهارده؟ عن تماسك الجبهه الداخليه، سر من اسرار الانتصار في حرب اكتوبر. فاصل وراجعين حالا.